حب دائما مني لكل من يتابعنا لليوم في نهاية الأسبوع ويوم الخميس، وحلقة جديدة من منتصف النهار. أهلا لكل من يشاهدنا اليوم، وأهلا علي. أهلا رنا، وتحية ود واحترام وتقدير وإجلال لكل المشاهدين أيضا مني، مو بس منك. طبعا لازم اثنيناتنا. نبدأ حلقتنا مشاهدينا لهذا اليوم، طبعا حلقة فيها كثير من الفقرات. راح نتابع يعني موضوع مهم جدا راح نناقشه، ونتحدث عن حملة أطلقتها قناة الشرقية قبل أيام، ونتحدث عنها أكثر وعن آثار هذه الحملة، عن فوائد هذه الحملة، عن الأبعاد التي تحملها هذه الحملة. بعد أن نذهب لفاصل ونواصل. اليوم في حلقتنا حبينا نسلط الضوء على موضوع مهم جدا. طبعا نتحدث اليوم عن حملة أمل الإنسانية الجديدة اللي أطلقتها قناة الشرقية لتدق ناقوس الخطر مما يتعرض له العراقيون صغارا وكبارا من قسوة الدهر وغدر الأيام، بعد أن رمتهم الأقدار في أتون المعاناة والفقر والتشرد. كاميرا الشرقية سترصد خلال حملتها أولئك الذين تفتحت عيونهم ليجدوا أنفسهم بين أكوام النفايات بلا ذنب اقترفوا. يعني علي، أولاد شوارع، يعني عذرا على المصطلح، لكن اللي يعيشون في شارع مؤخرا يمكن زادوا عن اللزوم وأكثر بكثير عن السنوات السابقة. بالتأكيد يعني إذا الأطفال يعيشون في الشارع أو غيرها من الأماكن ولا يهتمون لهم، سواء كانت مؤسسات المعنية بالطفل أو كل من يعني يهتم بهذا الموضوع، يعني بالتالي الطفل وتربية الطفل ونشأة الطفل هي مهمة، لأنه هي مهمة للمجتمع ومستقبل بلد بأكمله. يعني الحملة اللي أطلقتها الشرقية اللي هي بحملة أمل، واسمها أنه هي من اسمها أمل، يعني أنه لابد أن يكون هذا الأمل موجود للقضاء على هذه الظاهرة أو حتى تحمي الأطفال من هذا الموضوع الخطير. يعني هي حملة أمل هي تكملة لسلسلة الحملات اللي أطلقتها الشرقية. يمكن أطلقت قديما أو سابقا حملات تعتني بالكبار السن ومعاناة كبار السن، وكذلك الأرامل من العراق والنساء العراقيات والمطلقات وكل من يعني الحياة وقساوة الحياة طالتهم في هذا الموضوع، والأمل دائما يكون موجود. وطبعا هي يعني أنه ما تكون أكفد مؤسسة معنية في هذا الموضوع وموضوع الطفل، يمكن المجتمع العراقي هو ككل مسؤول على هذه الظاهرة، يعني أنه ما نلوم فقط مثلا مؤسسات حكومية أو معنية بالطفل، يعني كل فرد يعني مسؤول عن الطفل، يعني بالضبط. من أكبر فرد موجود بالعراق لأصغر فعلا، يعني هي المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. نتحدث عن مؤسسات منظمات مجتمع مدني، نتحدث عن مؤسسات حكومية، نتحدث عن المجتمع كأفراد. يعني هذه الحملة اليوم راح نفتح ملف يعني الأطفال كريمي النسب، وهذا الاسم يعني يا ريت أنه الكل يلتزم به بدل الاسم اللي هو مجهولي النسب. بالتأكيد. كريمي النسب اللي أيضا أطلقت الشرقية هذا الاسم على هؤلاء الأطفال. ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وهي نشاهدها بكثرة اليوم، رمي هؤلاء الأطفال على الطرقات، في الشوارع، في المزابل، في هذه الأماكن. يعني نريد هذه المعاناة وهذه الظاهرة اللي انتشرت بشكل كبير جدا، اللي يعني المتضرر الوحيد هو الطفل نفسه. يعني أيضا الأمر ما اقتصر فقط على الأطفال، اليوم نشوف حتى الكبار يمكن يعيشون حياة صعبة في العراق بسبب الفقر، بسبب التشرد، أيضا غيابة الرقابة والقانون. هذه المواضيع راح نناقشها طبعا مع ضيفتنا من بغداد. راح تنضم معنا الدكتورة سميرة العتابي، أكاديمية ورئيس منظمة تعنى بحقوق الإنسان. دكتورة سميرة العتابي، نهارك سعيد. أهلا وسهلا، نهاركم سعيد. أهلا بحضرتك. يعني نتحدث اليوم عن أهمية إطلاق مثل هذه الحملة وهي حملة أمل. هذه الحملة اللي تعنى بالأطفال كريمي النسب اللي انتشرت ظاهرة في السنوات الأخيرة نلاحظها اليوم، يعني رمي هؤلاء الأطفال على الطرقات في الشوارع. يعني هذه الظاهرة الخطيرة، الظاهرة اللي يمكن الكل كان في السابق يتعجب منها، كنا إذا نسمع حالة أو حالتين مثل هكذا أمر يعني الكل تشمئز نفسهم، ولكن اليوم نشوف أنه هذا الأمر أصبح منتشر بشكل كبير جدا. خلينا نتحدث بداية عن الأسباب. نعم.
ظاهرة رمي الأطفال بالشوارع أو ظاهرة خلينا نقول اللقطاء أو أطفال الشوارع وما إلى ذلك ظاهرة انتشرت فعلا بالآونة الأخيرة، لكن هي موجودة أساسا، موجودة بكل شعوب العالم على اختلاف مستوياتها الثقافية والاقتصادية، لكن احنا نقول انه زايدت هذه الظاهرة بالسنوات الأخيرة. أسبابها متعددة، يعني خلي نكون منصفين عموما بعيدا عن التحيز كوني عراقية، خلينا نحكي عموما بكل المجتمعات العربية وبالمجتمع العراقي خاصة. كل الشعوب أو كل البلدان اللي تخوض حروب وتخوض معارك خلينا نقول حتى لو داخلية وتنازعات، من ضمن الإسقاطات اللي تصير هي تهشم البناء الاجتماعي والأخلاقي داخل المجتمع. فهذه هي انعكاسة لما يعانيه العراقي، لما يعانيه العراقيين، لما يعانيه وحدة المجتمع العراقي من انتكاسات قد تكون اجتماعية اقتصادية وأخلاقية. هذه سابقا كان الدين رادع قوي، حاليا الدين ياخذ دور، لكن نظرة المجتمع لرجال الدين انهم بداوا يتسيسون او يسيسون قياداتهم او افكارهم بما تحتاجه المرحلة الحالية. بدت الناس لا تؤمن ببعض القيم اللي هي كانت قبل رادعة، قيود قوية. يعني من يحكي رجل الدين يحكي كرجل دين بعيدا عن السياسة. الخلط اللي صار بين تدخل رجال الدين وغرس بعض المبادئ أو تذكير، هي موجودة المبادئ العامة وموجودة القيود وموجود قيود الدين والالتزام الأخلاقي، لكن مهم نسوا بعض الناس نسوا مهمتهم الإنسانية، نسوا مهمتهم الإسلامية، نسوا مهمتهم التوجيهية للمجتمع وانخرطوا بشغلات سياسية. وهذه أنا أعتبرها من ضمن الأسباب. شان رجل الدين من ينصح ويطلع على التلفزيون سابقا يقول يا أبا هذه حالة أخلاقية، أنت يا رجل لما تزوجت فلانة بصورة رسمية أو بصورة غير رسمية، عرفي مو عرفي، لازم يكون عندك رادع إنساني رادع أخلاقي. رجل الدين كانت له نظرة غير. الخلط بين رؤية وسماع صوت رجل الدين عامة، أنا ما أقصد رجال الدين الكبار والعظام، لا لا لا، أحكي على العموم اللي إحنا بعض الناس يعتبروهم هم موجهين، بعض الناس يعتبروهم هم بصمة إنسانية، فبدأوا ما يسمعوهم مثل قبل لأنه السيسة. هذه واحد. الحالة الثانية أنه سابقاً أكو قانون يحمي نظرة الآخرين، أنه هذا القانون أو فقدان الأمل بقوة القانون، أنه المرأة من تكون حامل تقدر كانت تلجأ للقانون، تلجأ للقضاء، أنه يمارسون الضغوط على الرجل يستدعوه، وبالتالي أنه تقدر تمنع حطة في هذا اللي هي حامل به اسم وأب وبيت، فما تضطر أنه تتخلى عنه. هذه واحد. اثنين، الدعم الأهم، ثلاثة العفو، الدعم الأهم للشباب من ناحية أنه دعم الشباب، خلي أفتح الباب للشباب، دعمهم مادياً اقتصادياً أنه يتزوجون، ولو بالقدر اليسير أنه أتزوج وأفتح بيت، مؤسسات دولة تساعدهم، وبالتالي ما راح نلقى أنه زواجات خارج حدود الأخلاق والقانون أو ارتباطات خارج حدود الأخلاق والقانون. نقطة مهمة جداً بالمجتمع أنه قلة الاحتكاك وقلة الاندماج بين الشباب والشابات بالجامعات بالشارع بدوائر الدولة، هذا القيد المخيف من أنه هذا ولد نوع من الحاجز، خلى كل ممنوع مرغوب. يعني لما يكون حاجز بين المرأة والرجل أو بين الشاب والشاب أنه هذه فتشي حالة غريبة ممنوعة، إذا أني مرغوبة لازم أجتازها. طيب سميرة، يعني إحنا يعني كنا قبل يعني نعم. لو نتحدث عن الحملة اللي أطلقتها الشرقية مؤخرا اللي هي حملة كريمية النسب، نعم. هذه الحملة هي الأولى من نوعها في العراق، أو خاصة يعني نعم. أنه حتى تسلط الضوء على الأطفال يعني اللي يعانون اللي ما لهم اي ذنب. يعني برايك كيف ممكن حتاثر هذه الحمله اللي اطلقت مؤخرا، ولماذا لم تقم يعني مؤسسات معنيه بالطفل بهذه الحمله والحد من عندها برايك؟ تقصدين اطفال الشوارع اللي هم كبار العمر لو اللقطاء، خلينا نحدد حتى نعرف احنا بالبيت احنا نقول هذا المصطلح لانه يمكن شوي يكون قاسي، فنقول كريمين نسب لانهم ما لهم اي ذنب في هذه الحياه، و فعلا بالتالي اذا كانوا اهلهم نعم. ما تولوا امرهم فالمجتمع العراقي هو كله راح يكون مسؤول عليهم، وبالتاكيد هم كرماء أكيد. النسب اكيد، وهذا أكيد. ما اطلقت عليه الشرقيه أكيد. لهم يعني واحتراما لهم ولكونهم نعم. جزء من العراق ومستقبل العراق. فعلا كانوا سابقا يسمون ابناء الدوله،
الشغله انا بعيدا عن السياسات، خلينا نسميهم ابناء الدوله، ابناء الدوله او ابناء العراق، حلو هذا المصطلح حلو، وبالتالي كانوا يدرسون وهم يدرسوهم ويدربوهم يخرجوهم يعلموهم يثقفوهم وحتى يزوجوهم ويتابعوهم ما بعد الزواجات، هم ما لهم ذنب. لو نظرنا من الجانب الانساني، من الجانب الانساني يعني فلان يلقى نفسه باسره وفلان يلقى نفسه بلا اسره، ما له ذنب. اذا اندماجهم بالمجتمع هو مسؤوليه انسانيه، مسؤوليه دينيه، مسؤوليه اخلاقيه، مسؤوليه الدوله. خلي احنا نوجه عليهم الضوء كناس ابرياء جوي للمجتمع بلا اي ذنب، وبالتالي الحمله يجب ان يكون مصاحب لها حمله توعيه لإنسانية هذا الموضوع قبل كل شيء. بالضبط. احنا بغض النظر انه نلمهم من الشوارع او نقويهم او نزوجهم، اكو فطابع انساني، ليش ما نرجع احنا شويه وقفه انسانيه ونقول هذول ناس بعيدين عن اي ذنب ولا لهم ايد بالخلل اللي صار بالمجتمع اذا كانوا ابنائهم مذنبين وابائهم عفوا، يمكن حتى ابائهم مذنبين، جائز احنا لو نظرنا للباك جراوند مالتهم انه ابائهم او اللي رموهم هم اصلا مظلومين او اصلا هم تحت ضغوط انسانيه او تحت ضغوط اجتماعيه معينه، اذا احنا يجب ان نعالج الموضوع من الجذور اجتماعيا بتوعيه اجتماعيه انسانيا واسلاميا. بالضبط، ولهذا نظر حتى عن نوع الديانات خلينا نمشي على طابع انساني ونحاول قدر الامكان نشر التوعيه مسبقا. ولهذا اطلقنا مثل هكذا حمله ونريد نسلط الضوء عليها اكثر، واحنا اخذناها اليوم في برنامج منتصف النهار نتحدث من الناحيه الانسانيه، نتحدث من الناحيه اليوم. نعم. هذا التكافل الاجتماعي اللي كان موجود نشوف يمكن يضعف يوم بعد يوم، فنريد يكون هناك توعيه اكبر، يعني انه تصل المرحله الا يعني هناك اسباب اكيد، ولكن انه تصل المرحله لاب يرمي ابنه او ام ترمي ابنها على قلعه الطريق، فهذا الشيء خطر جدا. اسباب يمكن قاهره تجعل الاهل او الام والاب يرمون اطفالهم. راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع، ولكن نذهب. نعم. لنشاهد معا دكتوره جزء من هذه الحمله ونعود للنقاش اكثر. وحدي حزين وكلي هم ومخيم السكتة، عندك باب وفتحته ما شفتك إلا أنت. لوحدي حزين وكلي هم ومخيم السكتة، عندك باب وفتحته ما شفتك إلا أنت. حرت ما أعرف شو أسوي، لحظة غيرت أنت جو، وهكذا اطمئننا انه امل في ايدي امينه، ايدي هي بيتنا وبيتكم وبيت هذا الكادر الطبي والعائله، هذه الكريمه اللي احتضنتها. فحقيقه يعني اتمنى انه هذه قضيتها وهذه قصه امل تصحي ضمائر البعض اللي ببالهم يفكرون انه يتخلصون من الاطفال بهذا الشكل. واحنا نعرف انه في كثير من الاشياء الافكار الباليه اللي راح نناقشها اليوم وان شاء الله بالايام المقبله
في هذه التغطية ونحاول ويجب أن نغيرها. معنا زميلنا عمار السعد من البصرة. يا أهلا وسهلا بك عمار. مساء الخير رفيق، مساء الخير مشاهدي حملة أمل اليوم اللي جاي يشوفونا. أمل اعطتنا أمل كبير بأنه إحنا لازم نغير الكثير من الأشياء بحياتنا، من أفكارنا البالية ومن ثقافتنا البالية. فأنت عشت يعني خطوات أمل بالحياة لحظة بلحظة، فأنت أبوها، أنا متأكدة أنه تملك من العاطفة تجاه أمل كبيرة. أنت يعني أنت انتشلتها من ذاك المكان. وين هسه هي؟ شلونها؟ أكيد أنت على تواصل مع أهلها، طمنا اكثر. طبعا هي اصلا القصه رقيه كما تعرفين انه صارت من خلال الموقع الاجتماعي او مواقع الاجتماعي الفيسبوك. نعم. نشرت الصوره او القصه، احنا على طول يعني رحنا الى المستشفى وكما شفتوا بالتقرير والموضوع تبنينا يعني، وبعد ان انعرض التقرير على قناه الشرقيه كان له اصداء قويه جدا. هذه الاصداء من خلال انه اطلقنا حمله على الفيسبوك، هذه الحمله سميناها امل. فما توقعنا ردود الافعال الكبيره اللي اجتنا من قبل الناس الخيره، وهي هذه اللي بردت قلوبتنا. هي انه ثقافه بالمجتمع يجب ان نروجها. ترى ناسنا رقيه، ناسنا طيبه، ناسنا حبابه، وناسنا كريمه، وناسنا قلوبها كثير بالعطاء والحب. تصور العراقيين، تصور العراقيين من مشارق الارض الى مغاربها، الكل اتصلوا بينا واعلنوا عن رغبتهم بالتبني، لا وبال ايضا يعني اعطاء وتقديم الاموال الى الطفله حتى تكبر الى الجامعه الطويله. يعني هذا العراقيين هذا اللي قدموا. جمعنا هذه الاموال من داخل العراق ومن خارجه، وفرنا اهم شيء الحليب اللي كانت تعرفين وزاره الصحه جايت مره ضائقه ماليه، وفرنا الحليب، وفرنا المياه العذبه، وفرنا الملابس لها وللكريمين نسب الاخرين اللي هي عايشين على مساعده الاطباء. يعني الطبيب من يجي يفحص يطلع 10,000 25 ومرضى على مجيب قطعه حليب. احنا لا، سويناها ما شاء الله غرفه متروسه ترس، ربطناها حليب وملابس وكل شيء، وما شاء الله فكانت الردود الافعال كلش قويه. اللي واجهنا بالموضوع انه القانون العراقي يعني وضع شروط من اجل تبني الاطفال، فرحنا للمحكمه وبينا للمواطنين شلون عمليه التبني هي ليست سهله. طبعا الغرض من هذه الشروط هو ضمان سلامه وصحه وامان الطفل بعد ان يؤخذ، احسن ما بعض الناس يتاجرون بيضه من ما يسمى تجاره الرقيق الابيض. لا، القانون العراقي ما شاء الله ضامن هذه الناس. نعم. إيه عمار، انت وضحت هذا في التقرير بان هناك يعني وضحت شروط قبول التبني بان القانون العراقي يتيح ايضا. إذا هذا الجزء طبعا من حملة أمل اللي أطلقتها قناة الشرقية. هذه الطفلة اللي شاهدناها قبل قليل هي أمل، عثر عليها قبل فترة في المجاري في البصرة والجرذان، طبعا ماكلين أجزاء كبيرة من جسمها، وتبنتها قناة الشرقية وأيضا عائلة كفلت برعايتها، واليوم بدنا نشوفها بصحة جيدة. هذا الاسم اللي هو أمل على اسم هذه الطفلة يعني يعطينا كثير من الأمل، يعطينا كثير من التفاؤل، يعطينا كثير من التكافل اللي يجب أن يكون حاضر اليوم ومتواجد بين في المجتمع العراقي. التكافل وهذه الحالة الإنسانية اللي شاهدناها، هناك كثير من الأطفال يمكن بنفس حالة أمل أو أكثر، هناك أطفال يعني رمتهم عائلاتهم على الطرقات وماتوا، ويعني وهم أبرياء لا ذنب لهم، اعترفوا في هذه الحياة. راح نحدث ونعود لضيفتنا دكتورة سميرة العتابي من بغداد. دكتورة، شاهدنا لقطات من هذه الحملة قبل قليل، يعني احنا اليوم نريد نتحدث من الناحية الإنسانية، نريد هناك ضمائر يمكن يجب يعني أن يوجه لها كلام قاسي، هناك يمكن يجب أن يكون توعية أكبر لنشوف هذا التكافل اللي من المفترض أن يكون حاضر، يعني بنشوفه اليوم يمكن ما موجود بالقوة اللي كانت موجودة بالسابق. بالتالي خلينا نتحدث من الناحية الإنسانية، شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها للمجتمع العراقي عموما وللأهل اللي يفكرون أنه يقدمون على مثل هكذا أمر، خاصة اليوم انتشرت هذه الظاهرة في المجتمع، راهي ظاهرة رمي الأطفال في الشوارع. طبعا قبل لا ابدي ارد عليك انه اني انوه انه حلو العباره اللي تستخدم كريم النسب،
يعني احنا احتراما لمن فقد البصر او فقد احد عينيه نقول بال 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 باللغه انه كريم العين. كريم العين كريم النسب. نعم. هي مجرد انه نعم مجرد انه يعني انك تطلق هذا الاسم على اطفال الشوارع او مرموهم اطفال مريض، نرجع لهذا المصطلح انه كريم النسب. اذا هذا يعري من المسؤوليه الانسانيه، المسؤوليه المستقبليه، المسؤوليه الاجتماعيه حتى من يكبر ويمارس حياته من يقول كريم النسب. وهذا دافع عسى ولعل انه بعض الناس يرجعون الى ضمائرهم. هاي في حالة إذا 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 وقفنا وقفة إنسانية، وقفة أخلاقية قبل لا تكون هي دينية، بعيدا عن سلطة الدين وسلطة حتى المجتمع، خلينا نقول هي وقفة أخلاقية، وقفة أخلاقية قبل الشعور بالطابع الإنساني أو الطابع الديني اللي هو يحكمك. إنه يعني شنو ذنبه؟ احنا يمكن حيوان البني ادم يعني يرف قلبه عليه او ينكسر او ما يقدر ياذيه اذا عطشان او هاي قطه بالشارع او اي شيء. فاذا هي وقفه فعلا، وقفه اخلاقيه زائدا وقفه انسانيه. اني بس اوجه فد اوجه يعني كلامي الى فئه معينه من المجتمع، خلينا نقول فئه الشباب اللي هم خارج الضوابط الاجتماعيه، تعرضوا الى فد علاقه، الى خطا، الى كذا، ممكن ان يقوم. صدقوني ماكو شيء ما يعالج، ماكو شيء ما يعالج بمجتمعنا، بخلفيتنا الثقافيه، بتقاليدنا، بقيمنا. يعني المفروض انه الكل يكون واعي. عفوا. واحنا من خلال يعني حملتنا اللي اطلقتها الشرقيه اللي هي كريمي النسب، هي ليس بالتاكيد ليس اشهار، وانما نعم. هي لايقاظ الحس الانساني داخل أكيد. كل فرد. لكن اليوم اذا اريد اسال او اتحدث فعلاً. لماذا فعلاً. لم تكن هناك مبادرات من قبل المؤسسات المعنيه بالطفل، المؤسسات الحكوميه، يعني المنظمات المجتمع المدني، اين دورها اليوم في حمايه الطفل من هذا الموضوع؟ طبعا أنا أشعر بالحساسية من تحكي، لأن رئيسة منظمة إنسانية أضاف لي كوني أكاديمية. هذا الموضوع عالجناه وتناولناه سابقا، لكن بحكم الظرف الحالي كمنظمة حقوق إنسان، حقوق إنسان، خلني بدي من هذا الطفل اللي هو كريم النسب. هذه فعلا حملة يجب أن نلتفت إلها، أو هذه مسؤولية يجب أن تتحملها المؤسسات، كل مؤسسات المدنية طبعاً. يعني بعيدا أني عن يعني حقوق الإنسان، أوكي الإنسان الكبير ممكن يطالب بحقوقه بأي طريقة من الطرق، وراء دائرة، وراء ناس، وراء شهود، السجناء إلى غيرهم، المعتقلين، الشهداء إلى آخره. لكن هذا الطفل ما أعتقد وراء ظهر ممكن أنه يطالب له أو يقدم له طلب. أو إذن هي حملة إنسانية بحتة. أنا أوجه نداء لكل المنظمات الإنسانية، منظمات المجتمع المدني، إنه خل تصطبغ بهذا الصبغة أو بهذا الطابع الإنساني المشرف. أعتقد إنه راح يرفع من شأنها أكثر. اثنين، مؤسسات الدولة المن نخاطب، خلينا نقول يعني يجب أن يكون هناك توعية موازية، أنا برأيي موازية للتوعية الاجتماعية العام أو التوعية الأمنية. يجب أن تكون حملة توعية خاصة تطلق من القنوات، من الفضائيات، من تلفزيون الدولة، إنه هذه الحالة الإنسانية تبشر أو عفوا تنذر بكارثة آتية. إحنا ليش نساهم بتفتيت المجتمع يوم بعد يوم؟ اكو شغلات ما ننتبه لها، احنا دا نتفتت من الداخل، احنا الروابط نعم. الانسانيه والتقاليد القيم دا تتفكك. اذا يجب ان يكون هناك توجيه، وكل معني بهذا، كل يتحمل مسؤوليه التوجيه الانساني، أكيد. التوجيه الاخلاقي، التوجيه الاجتماعي. وانا باعتباري رئيسه منظمه ساقوم بحمله بناء يعني أنا بصراحة ما كانوا لافتين نظري، يعني يمكن نعالجهم، نعطيهم فلوس، نفتح له مشروع، لكن إنه هذا الموضوع بالذات إنه أنا راح أسوي حملة تضامنا مع الشرقية من منظمتي ومنظمة باقي الزملاء اللي أنا أعرفهم وأمون عليهم، إنه لماذا لا نلجأ إلى تبني الأطفال كريمي النسب؟ خلينا نتبناهم إنسانيين، وهذا نوع من التكافل دعا إليه الإسلام وإحنا إنسانيين ندعو إليه. ثانيا، لماذا لا ندعو إلى حملة تحمي الشاب، ما نقول الشاب لأنه الشاب أكثر أحيانا يتنصل من المسؤولية، خلينا نقول تحمي الشابة لا. وتدعو إلى الزواج المبكر وتخفف المسؤولية والقيود بالزواجات وبالارتباطات، وهذا من نسب وهذا من عائلة وهذا غني وهذا فقير. خلي نحمي أبنائنا، خلي نحميهم، خلي نطوقهم بطوق أمني أخلاقي اجتماعي، بتخفيف قيود الزواج. طيب دكتورة سميرة مطالب الزواج العتابي. وبالتالي ما يلجأ الدكتورة نعم. سميرة العتابي أكاديمية ورئيسة منظمة تعني بحقوق الإنسان، شكرا لوجودك ويانا اليوم. واحنا نقول ونعيد كلامنا انه احنا نوعي كل المجتمع العراقي انه هذول الاطفال كريمي النسب هم مسؤوليه كل عراقي ومسؤوليه كل مؤسسات، اذا كانت المؤسسات المجتمع المدني واذا كانت مؤسسات حكوميه
أو حتى المواطن العادي. إذا طبعا يعني شكرا للدكتورة سميرة العتابي، هذا الموضوع المهم اللي بحاجة لتوعية، بحاجة إلى أن ننشر مثل هكذا روح الإنسانية. يعني هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم، هؤلاء الأطفال المظلومين اللي يجب أنه اليوم الجميع يتكافل، الجميع مثل ما تحدثت الدكتورة، أيضا منظمات المجتمع المدني كلها تتكافل وتعمل سوية، وأيضا تدعم مثل هكذا حملة أمل من أجل إنقاذ والقضاء على مثل هكذا ظاهرة وإنقاذ هؤلاء الأطفال المظلومين. وحدي حزين وكلي هم ومخيم السكتة، اندق باب وفتحته ما شفتك إلا أنت. وحدي حزين وكلي هم ومخيم السكتة، اندق باب وفتحته ما شفتك إلا أنت. حرت ما أسوي لحظة غيرت أنت جوي، ما صدقت عيني أبد، ما أقولها أنت، ما أقولها أنت. أحلم تجيني من السفر فرحني وتشيل القهر، يبقى مجرد حلم ترجع أهلا بكم من جديد. طبعا أصدقائنا ومتابعينا كان لهم الرائد حول هذه الحملة وهذا الموضوع المهم. وردة البيضاء تقول: ظاهرة التشرد في مجتمعنا تطورت بشكل مخيف نظرا لغياب الأمل للحد من ذلك الاكتساح والاعتماد على خيارات بعيدة عن الشعب، أدت إلى إفراز تطورات مدمرة للبنية الاجتماعية. فالكل يلاحظ أن الفقراء والمهمشون الذين يعيشون على هوامش المجتمع محرومون من جميع متطلبات الحياة البسيطة أو حتى الحد الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة. أثير الزين يقول: لو كان الطفل يستطيع أن يختار والديه لما اختار أشخاص دخلاء على الإنسانية، روح الإجرام متغلغلة في نفوسهم، نتمنى لهذا الحملة أن ترى النور. أما مصطفى الجبوري فقال: السلام عليكم. وعليكم السلام. هي ظاهرة مخيفة وتطورت في مجتمعنا بشكل كبير نظرا لغياب عيون الحكومة على هذه الظاهرة، ويرمون أطفالهم بسبب الفقر، ويجب التقليل من هذه الظاهرة. وفقكم الله على ما قدمت أيديكم. تحيات تحياتنا لك. شكرا. من جديد أهلا، ووصلنا إلى فقرة الأخبار المنوعة وأبرز ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات، حيث كشفت شركة سوني كمبيوتر انترتينمنت عن عرض ترويجي جديد للعبة أنشارت 4 نهاية السارق التي ستكون حصرية على جهاز البلاي ستيشن 4. وحاز العرض الترويجي على اليوتيوب على نحو 500,000 مشاهدة في 24 ساعة الأخيرة، وفي إشارة واضحة على اهتمام اللاعبين بهذه اللعبة، وهي من نوع الإثارة والمغامرات والتي تتميز بمؤثراتها الخاصة التي وصفها الخبراء بغير المسبوقة كما نشاهدها في الفيديو. We were meant for this, Nathan. You, me, together. We were destined for something great.
those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. I am a man of fortune, and I must seek my fortune. So, are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. ايضا ضمن اخبارنا من نوع الطريف لهذا اليوم مقطع فيديو طريف جدا تداوله ناشطون على الفيسبوك يظهر كلب يقود دراجه وهو مستمتع بهذه التجربه الفريده حيث حصد الفيديو اكثر من 500 الف مشاهده خلال يومين فقط. أيضاً من ضمن أخبارنا المنوعة تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واحد من الفيديوهات الغريبة والخطيرة في نفس الوقت حيث يظهر في الفيديو رجل يلعب مع دب كبير ويضع يده في فمه ويلاطفه دون أن يخاف منه بينما أشاد المتابعون بشجاعة الرجل بينما أكد آخرون أنه مغامر مجنون نتابع في الفيديو. You're pushing? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Nice, see how big that bear is. يعني ما اعرف بس كلش غريب الموقف انه دي يلعب وياه وكانه ما دي يلعب وياه حيوان صغير يبزونه شايف ايده يعني انه يخلي ايده وقزين بالله عطش شو يسوي يعني ما يبقى بشيء اصلا يلا هو دب يلعب ويا دب. ضمن مقاطع الفيديو اكثر انتشارا على السوشيال ميديا مقطع طريف جدا لطفله صغيره ترتدي فستان ملون وتحاول ارتداء القبعه الخاصه بها مرارا وتكرارا لكنها تفشل. نشاهد الفيديو. يعني بالمستقبل اكيد من راح تحاول تلبس راح تضبط الموضوع. ومن ضمن مقاطع الفيديو الاكثر انتشارا وتداولا على موقع الانترنت مقطع يحبس الانفاس وهو لاخطر جسر زجاجي في العالم حيث يمتد فوق الوديان وبين المرتفعات الجبليه في الصين. نتابع. Thank you.
这样真的有点恐怖啊。 جينا عدا روح طبعا ايه عدا ورانا واحدة تبعت الثانية تقول لي روحي على هذا الجسر قلت له تعالي وياي حتى نروح سوا نمشي عليه اذا يعني هو فعلا خطر فعلا يحتاج فت قلب انه بهالعلو هذا وزجاج وجواكب انه هو زجاج والمكان كلش عالي والواحد اذا يريد يمشي يمكن راح يظل يمشي خاطري بهذا الشيء وهو خوف يعني انه الواحد اذا باع عليه جوا يشوف راح يوقع خلاص هو اصلا راح يوقع نفسه يعني تلقائيا بس يشوف المسافه يعني اذا مشاهدينا طبعا مع هذه الاخبار نصل لكم نختم حلقتنا لهذا اليوم وان شاء الله نلتقيكم الاسبوع المقبل ونتمنى لكم يا رب عطله نهايه اسبوع سعيده ونتمنى لكم ايضا اوقات سعيده مليئه بالحب والتفاؤل والامل وايام اسعد مع الف سلامه الى اللقاء